اسم ديالي شهبون عباس، اسم شهبون عباس، سن فاش مزيود سنة 1940، عندي 81 سنة، بطل مغربي وشاركت في عدة دول ومريح في أمريكا، راه كيعرفني العالم العربي كله تيعرفني بأن ريحت 5 سنين في أمريكا وأنا كنبوكسي كندير شامبيون الماروك. مدين فينا فينايا هاد لا فيدراسيون، فينايا هاد الجماعة الملكية المغربية ديال الملاكمة، فينا هما هاد الناس مسؤولين؟ فينا هما هاد الناس مسؤولين؟ فينا هو هاد الحق؟ قلناها وقلناها وعطينا تكرارا وشحال من مرة، وحنا حنا كنديو دابا في هاد البورطابل هذا، سمعتي ما كاينش اللي عمرو عطانا حق. دابا كان واحد هو عبد ربي، أنا اللي كنت محروق، دابا الجيران ديالي ثلاثة، دحاس محمد وبابا محمد وزكريا وشهبون عباس، حنا دابا عندنا أربعة ديال الناس. طلبنا حتى طلبنا ولدي في قيطون وما عطاوش لينا. واش هاد واش حنا واش مواطنين؟ واش مغاربة ولا ما حناش مغاربة؟ حنا ما عطاوناش حق، ما عطاونا حقش. كنطلبوا من الله تبارك وتعالى، من المسؤولين ومن جلالة الملك يشوف فينا. وشكرا. نقول لك هاد البلاصة في لساسفة، في لساسفة ثلاثة، الدوار إبراهيم أيتباع الدين. إيوا أش غنقول لك، هاد العافية بدات عندنا من رمضان، 10 في رمضان بدات عند واحد السيد جارنا هنا، هو اللي تحرقت ليه الدار ياك. من بعد سيدي ما خلات ليه والو هو في الدار، جا خرج جا دخلنا حنا عندنا هنا الدار، نفس المشكل شعلت لينا، ولكن شعلت شي حاجه خفيفه، كنا حاضرين وداك الشيء طفينا داك الشيء ياك. ومن بعد اليوم تاني تنتفاجئوا بالعافيه، تاني شدت في الدار كلها، تاني ما خلات والو، تاني ما خلات حتى حاجه، ما خلاتها صافي. كل انت تشوف كل شيء دابا، كل شيء تحرق، كل شيء مشى، كل شيء ما عرفناش. هذه هي المره الثانيه، المره الاولى في رمضان، ومرات ولكن كانت خفيفه دغيا طفيناها وداك الشيء. هاد المره هادي ثاني كانت كثيره بزاف، ما عرفناش السبب ديال هاد العافيه، غريبه من النوع ديالها. والرقيه جاوا، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، جا وشحال من واحد تيجي تيدير يرش يدير يقرا، وهادي تيقول لك صافي. كنا خرجنا حوايجنا، نوبه الاولى خرجنا حوايجنا برا، درناهم في واحد الخزانه، ثاني قالوا لك لا صافي ان شاء الله يكون على الخير، دخلوا الحوايج ثاني، دخلنا ثاني رجعنا الحوايج. ايوا دابا اليوم انت تشوف، تفاجئنا بهذه العافيه ثاني، انت تشوف كيفاش داير. النهار الاول اللي جاو السلطات، النهار الاول فهمتيني، جاو البوليس، جا الباشا، جا القايد، جا كاع شافوا، عارفين كل شيء، عارفين هاد العافيه تتشعل. ما عندنا عداوه لا مع احد لا والو، هاد العافيه غريبه فهمتيني، غريبه احنا هاد العافيه هادي. تصور الدار تتكون مسدوده، ما فيها لا دري ولا دريه ولا بريكه ولا حتى شي حاجه، لا ضو مقطوع لا كل شيء، تتشعل فيها العافيه بوحدها، تكون الضو مقطوع كاع باش تشك، زعما تقول شي سيركوي ديال الضو ولا شي حاجه ولا هادي، ما كاينش هذاك الشيء. ايوا الله اعلم هذا الشيء. وخويا اش غادي نطلبوا حنا؟ انت تشوف دابا كل شيء مشى لينا، كل شيء، ما بقات عندنا حتى شي حاجه، لا فين نعسو ولا فين نبركو ولا فين فاش نطيبو ولا كل شيء، لا حنا ولا الجيران ديالنا ولا كل شيء. لا اله الا الله وصافي، هذا الشيء اللي كنقول لك اخويا. لا اله الا الله. ياكم انا بنت العباس شهبون. حنا العافيه سيدي كتشعل شي القايل، ماشي كتشعل من الضوء ولا من شي حاجه، حنا شعلات في البيت ديال الاب ديالي اللي فيه غير الوراقي والحاله المدنيه والممتلكات ديالات، المهم اي حاجه كتخصنا ما بقاش عندنا حتى شي حاجه. الحاجه اللي بقات عندنا هو راسنا، خرجنا بريوسنا طوال، ما خرجناش بتا شي حاجه اخرى. وهاد العافيه كتنقل، راه حنا من 9 ايام في رمضان وحنا كنعانيو، ما جاو عندنا حتى شي حد. حنا طالبنا بابسط الحوايج غير بقايطون باش يقوينا انا والاسره ديالي، ما عطاوهش لينا. كيقولوا لينا واخا واخا، ما جا عندنا حتى شي واحد. الناس كيقولوا اننا حنا خدينا الفلوس، دارنا الفلوس، فعلنا الفلوس، ما خديناش. واللي عطاني شي حاجه وكيتهمني بانني عطاني ملايين، الله يجازيه بخير، يجي ويلوح اللايف ويقول انه عطاني وخديت الفلوس،
وراه كاين غير ربي والموت. وهاد الناس راه هما كيما دخلتو عندهم واش عاينتو، راه حتى هما راه ضروا كيما ضررنا حنايا وكثر. راه ثلاثات العائلات، راه ما بقاش غير عائله وحده. كما الاخيره كما كتشوفوا البطل المغربي ديال الملاكمه ها هو كما كتشوفوا فيه، ها هو فين بيت المده ديال 38 يوم. وهاد العائلات الثلاثه الاخرين يعني دابا ولاو اربعه العائلات، واش في نظرك هاد المساحه ديال اربعه السدادر غتكمل ديال الناس بزاف؟ راه ما تقدهمش، ما غتقدهمش. ها انت خاصنا قيطون عباد الله، حنا راه كنطالبوا بالمسؤولين يجيبوا لنا بعدا غير قيطون، ما بغاوش يجيبوا لنا قيطون. واش حنا ماشي مواطنين مغربيين؟ ولا ما كناش مواطنين مغربيين نعرفوا اننا حنا راه ماشي مواطنين مغربيين؟ حنا راه كنطالبوا من سيدنا ومن المسؤولين، الله يرحم الوالدين. انا وليت كنطلبكم الله يرحم الوالدين الا ما ديروا معنا شي حل، راه حنا ما كنطالبوش بشي حاجه من غير الحق ديالنا. انا اليوم تقريبا هاد العافيه كتشعل من رمضان عند جارنا، جارنا ما خلات لي حتى حاجه، دارو كلها تحرقات لي حتى حاجه مقاس عدو. انا دخل السيد برا كانت الشتا والبرد، حلت لي الدار ديال با، قلت لي دخل الدار با مرحبا بك، هاد الدار ديال با حنا راه جيران. دخل الدار ديال با هو وليداتو، هنا الدار ديالي كيشقاو فيها، الدار ديال با كينعسو فيها. تنقلت عندي العافيه انا فحت السداري هنايا، السداري واحده تحرق لي شي مانت كنفوق منو شي مخاد، زيد داك السداري لحتو وخا تحرق الحيطه والدار ولات حمومه ماشي بحال هكا، مسحناها وبقينا باركين فيها. ولكن الدار ديال با تحرقات كلها، تحرقت شحال من الدار ديال با، تحرق البيت النعاس اللي فيه كلشي، حتى حاجه ما بقات لبا. هذه الدار اللي حدانا الاخرى. اليوم انايا خرجت داري نقيه صافي، ردينا حوايجنا كانوا في الزنقه، كلشي كان في الزنقه رديناهم، قالنا ما كاين حتى حاجه. راه تقريبا انا اللي جايه 15 يوم انا شعلت فيها غير مره واحده، راه في نصف رمضان. قلنا الحمد لله كنعسو مأمنين وكلشي، واخا جيراننا راه مكرفسين راه كينعسوا برا، قلنا حنا صافي الدار ديالنا مأمنه. ردينا كاع حوايجنا كنا في الزنقه، ردينا كاع فريشنا، ردينا معنا ما فكراتنا ما مانطنا في الميكات، كلشي ردينا مأمنين. اليوم انا خرجت غير نتسخر ما كاملش حتى نص ساعه، مشيت وقفت مع واحد السيده هضرت معاها، قالت لي زرتك اختي قدر الله زدت ثاني بحالي. هاد السيده اخرى كنضحك معاها بحال ما كيعلمي على والو، حتى كيعيطو كيقول لي عافاك شنو شكون كضحكوا عليا، انا كنحاول شوف كيضحك عليا ما تقبلتهاش. قلت لها ما يمكنش داري تشعل فيها العافيه، علاش ما شعلتش فيها شحال هادي؟ اللي جيت لقيت البون بيا ما لقيت ما ندير، صافي شي ما تفهمش ليا، انا ما تفهمش ليا، لا مع عند ربي مرحبا بي، لا مع عند العبد لا سمح لي، هنا هادشي ما تفهمش لينا. انا داري مسدوده ماشي محلوله، ما فيها حتى لا دري لا حتى واحد، خليتها مسدوده. لكن اول مره يبقى لي انا شي في داري، اول مره دابا تحرقت لي داري كلها، راه كوزينه المعن قال لي فيها تحرقوا، بيت نعاس ها هو، افريكو ومليوح، الناموسي المريم ما بقاش كاع الكادر ديالو، في رزقي في ورقي انا امن دابا، امن دخلت كلشي، اما كنت مخرجه كلشي للزنقه ومغطيه، ولكن صافي امنت ما بقاش عافيه كتشعل، ها هو فراشي باقي في الميكات، ها هما الميكات على المانط كلشي باقي في الميكات، امنت ولكن خرجت انا اليوم ما توقعتش انا داري غتحرق، كنت حابه نخرج. قلت صافي انا نخرج غادي نجي نطل، يقول لي دارك شعل فيها فيك، نقول ما يمكنش داري شعل فيها في داري مصيقه، جمع فراش كلشي جمع انا مكتوبه ديال بنتي كلشي جمع في كراطنا، ما انت كراطنا ما باقيين هنايا في معنا، انا كيفاش غادي يحرق ما حاجه كلشي كراطنا ما كلشي تحرق، ما كلشي هما في الكراطنا كلشي في كراطن دايرين في كراطن مستفه وانا مستفه لي ما كلشي تحرق، ما تفهمش ليا هادشي. وكنطلبوا من المخزن يدير معنا حل، كنطلبوا من المحسنين يوقفوا معنا، حنا تحرقنا في الاول ما عطينا لا نمره لا والو، تفوتنا امرنا الله وقلنا الحمد لله داكشي اللي غادي ما حنا واخا تحرق ما تحرقش بزاف غنصلحوا جارنا اللي مضرور بزاف، ما قلناش زعما غادي نقولوا حنا باش نحرقوا ما حنا باش يعاونوا الناس، ما كاينش شي واحد يحرق ما حنا باش يعاونوا الناس، راه ما عمرها تمكن واحد يضيع رزقه شحال من عام وكيخدم يشري مويطه يشري شحال من كوكوط، انا تحرقت ماشي السينيه كلشي ماشي نحرق انا مواعني باش انا نستافد، انا عندي السكنه احسن ليا من الاستفاده، كلشي قريب ليا حتى حاجه ما بعيده عليا، راه سكنت راه ساكني 50 عام ماشي الله عام ولا عامين، راه 50 عام تقريبا حنا ساكنين، علاش ما تحرقناش ما حنا شحال باش نستافدوا؟ حتى هاد العام غادي نحرقوا ما حنا. المهم بنادم اللي بغى يعاوننا الله يجازيه بخير، واللي ما بغاش يعاوننا يقول لك كلمه زوينه، يقول لك كلمه زوينه الله يرحم لي الوالدين الله يسهل على كل واحد، حنا هذا قدر الله الحمد لله الحمد لله ما عندنا ما نديرو، قسم علينا الله الحمد لله. هنا من جا هنا جينا كنا خارجين لقينا الدنيا كلها مرونه، ما عرفنا من الله ولا من العبد، والشيء اللي كاين كتشوفوا فيه الحاله ديالنا كي دايره. ما عرفنا فين نصدو حنا، هادشي ما عرفنا من عند الله ولا من عند الله. شحال مرة تحرقات الدار عندك؟ ثلاثة د الخطرات هاي. وحوايج أخرين محروقين من قبل. هذيك ثلاثة شحال اللي كتحرق؟ دابا هاد الناس اللي بوحدهم وأنت بوحدهم؟ بوحدي أنا كلهم حالو.
لا واش واش كيدير واش شي حد سنت يدير؟ والله اعلم ما عرفناش، حنا نكذبوا على شي واحد نبداو نتقلدوا، والله اعلم اللي دار شي حاجه ربي يخلصه، ولا كيقول شي حاجه خايبه وكنموش حنا شي حاجه ديال ما هياش تلهيه، ربي يخلصهم كل شيء، اللي كيقول شي كلمه ما هياش تلهيه ربي تعالى كيخلص كل واحد، لو بغيت تشفى فينا تا هو راه ربي قادر ياخذ فيه تا هو الحق، هذا هو المعقول. حنا نقول لك كلمه ديال الرجال، ماشي حنا كنشوف الحاله ديالنا، حنا مشردين من داك من داك السيد لينا حنا البنتي هذه، راه كل الحاله ديالنا حنا لا يعلم بها الا الله. شي راه وقع لينا من رمضان، من البدايه ديال رمضان، جيراننا هما الاولين شعلات فيهم في الدار كامله، شويه تحولوا الناس عندنا هنايا ضيفناهم، وداك الشيء علاش كرمناهم عندنا، من كرمناهم بدا كتنتقل العافيه عندنا حتى حنايا. هادشي اللي وقع لينا من البدايه، في الاول شعلات عندنا في الدار ديال الوالد هي الاولى، في هذا البيت ديال البيت ناس ديالو، شويه تحولت من الصالون، شويه تحولت عند البيت ديال الخوا ديالي الدار ديالها. شوي حنا كاع تأدينا بهادشي فهمتيني اخويا، هاد العافية كتنقل من بلاصة لبلاصة، وكنقول لكم من البداية ديال رمضان، وشي شحال دابا في الشهر، دابا راه 38 يوم وحنا كنعانيو من هاد المشكل هذا، الله يجازيكم بخير، لما تعاونوا معنا الله يجازيكم بخير. الروقات هنا دازوا الروقات هنا ورقاو الدنيا وهاداك الشيء وشافوا كيدير شكل كل شيء داير هاداك الشيء وشافوا الأمور كيفاش غادا، كيقول لكم هادشي راه أعمال جني فهمتي، أنا ما عرفناش شنو هو هاد المشكل فهمتي، حنا ما عرفناش شو عمل انس ولا جن، المهم كيف شي عمل جن كيرقيو كيدوز 3 ايام كيدوز 7 ايام كيشوفوا هذاك الشيء كيفاش دارت وكيعاود كيزيد. خويا حنا راه حنا ولينا عايشين في الرعب، هاد العافيه راه ما عرفناش مناش كيفاش السبب ديالها الله اعلم، ما كاين لا ضو لا حتى شي حاجه، حد الدليل ها هو باين هنايا، ما كاين باش غايقول لك كاين الضو، ها هو السداري تتصور تشوف ما كاين لا ضو لا والو، هنا عاوتاني لداخل حيت كاينين شي ناس كيقول لك راه كاين الضو يا كود سيركوي، راه ما كاين لا ضو لا والو، وكاينين شي ناس يقول لك باللي هاد الناس تيديروها بالعاني باش يستافدوا، ولكن هاد الشيء راه ما كاين، هاد الهضره ما كايناش، العافيه كتشعل من القدره الالهيه. هادشي اللي كاين، انا دابا بالخلعه وهذا ما مرتكبه وما عارفاش كاع كيفاش نهضر ولا اشنو غادي نقول، وكنطلب من السلطات ومن الناس المسؤولين يدخلوا، راه هادشي راه هاد الناس راه ضروا بزاف، راه ما عندهم لا ماء ولا والو، راه تينعسوا في الزنقه والرعب والرعب الرعب ولا راكب فينا، ولات الخلعه شادانا ما بقينا ولينا تنباتوا في الزنقه، كنطلبوا من السلطات غير باش نستقروا فيه ما لقيناش ما كاينش، وهذا الشيء اللي كاين. انا من الساكنه من ايتبع الديريساس في 3 بلوك او، لا خويا راه ضرنا لواحد المساله اللي بزاف اخويا، اللي ما بقى عندنا حتى شي حاجه وحنا راه كنعسوا في الزنقه، واليوم اخويا راه انا الله جاي من الخدمه، اول نهار قلنا نمشيو نترزقوا الله، جيت اخويا مع الخمسه ديال العشيه لقيت اخويا العافيه شاعله، ما كاينه حتى شي حاجه، الناس ما شاطت لهم حتى شي حاجه، هيا واحد السكنه واحد السيده هنا راه ساكنه عندها واحد البراكه هنايا، هيا من غير هاد السكنه هادي ما شاط لها والو، لا اتات لا ثلاجه، مسكينه مشات رزق الله، اول نهار مسكينه مشات تخدم ما شاط لها والو، يلاه ما كايناش الساعه ديال المكانه ولا ما كايناش حتى ساعتين ديال المكانه، جات عيطوا لها الناس قالوا لها اختي راه ما شاط لك والو في الدار، غير جي وصبري، والدار الاخرى اخويا راه هي راه ما شاط فيها حتى شي حاجه، والناس اخويا راه غادي من الليله عاوتاني كنا غير في عائله وحده غادي تبات في الزنقه، هيا ولات دابا ثلاثه العائلات اخويا غادي باتوا، اربعه العائلات اخويا غادي باتوا في الزنقه، اليوم اخويا راه مشردين وما عندنا حتى شي حاجه، هاد العافيه راه اخويا بدات من داك الدار الاولى ديال عباس شابون البوكسور، بدات من عنده العافيه وتنقلات للدار الاخرى، اليوم واليوم تنقلات للعائله ديال دحاس محمد ديال بابا، راه ما شاط لهم ساكن اخويا حتى شي حاجه، راه هادشي راه اخويا الرعب، هادشي هذا راه ماشي ديال الانس ولا ديال شي، هادشي راه ديال الجنة هادشي، ولكن اللي كيخدموا كيخدموا العبد كيخلص عليه فلوس صحيحه باش كيقول لك حق الناس باغين يستافدوا ولا شي حاجه، هاد الناس راه باغين مساكن غير ما ياكلوا، باغين غير ياكلوا وينعسوا، ما باغين حتى شي حاجه، حيت كاينين شي بعض الناس كنشوفهم هنا في الكومونتير كيقول لك حق راكم باغين تحولوا، هاد الناس راه مساكن كيقلبوا على باش ياكلوا، باغين ياكلوا باغين يمشيو يترزقوا، ولاو خايفين على البيوت ديالهم والديور ديالهم اللي تحرقوا، هما منهم باقيين واحد 6 ساكنه هنايا، ولكن الساكنه الله اعلم واش غادي هادشي بلا ما تجبدوه، المهم اخويا راه هادشي اخويا ما في لا كذوب لا حتى شي حاجه، الا بغيتو تجو نتوما وتشوفوا بعينيكم جو مرحبا بكم اخويا.